الكبار وصغار المتابعين. وتحية ليا وتحية للراجل الرزل اللي وراي. أحلى مسي دعاه. جراوي جريفون هيطلعوا جريفون فرنساوي بكامل حتة ب500 جنيه بيع وضايع. جومرينيان يا جماعة في نفسهم. لا بيغروا بيلعبوا دي بنوتة بص تحسها جرو بومرينيان. عدل ودنك يا قطوط. ايوه عسل ما شاء الله. بص الدبدوبة دي برضو. دي برضو يعني لو اتصورت وبتاع بومرينيان بومرينيان يعني. خد يا بنت راح فين؟ لا في جيبك اسهل دي. اللهم صل على النبي. ما شاء الله اللهم بارك. اديني رقم التليفون. 012-2 ايه؟ 03-3-3-3-9-5-0-1-0 لسه مش متطعمين ولا حاجه بس يعني ايه صحتهم ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. دول انت جاتي اتكلم في راجل تاجر بتزاوج كامل حته الاخر الاخر خالص. 1.5 للزمالك كويس بعد 1.5 الزمالك كويس ماشي. الزمالك اللي عزولنا ب 2000 الزمالك طيب ب 1000 الله انت راجل طيب. الزبون الطيب ب 1000 جنيه. احنا زبيننا كلها طيبين والله يا عم. مره يا باشا بس صلاة على النبي عيونه يا باشا. لكن وار بكنيز ما شاء الله الله. معايا الاب ومعايا الام بس الحته دي قمر قوي. اب مخنصر الله كده غاليه. بس اديني رقم تليفونك. طيب خلاص خلاص خلاص. 012-7-7-8-4-1-3-2-3-4 خمس خمسة هوفيك ثلاث ولاد وبنتين تمام. بص الوش عامله ازاي شايف. هتجيبني في الصوره يا عم انا عايز اطلع نفسي. وربنا جايبك. اهو خمسة اهو. بص الصلاه على النبي اللهم صل على النبي. اهو عندك حته بتصلى على النبي هي وشها متطبق اهو فيكن اهاليها زراير انت مليون اساسا. قول لي الاسعار قول لي الاسعار. هنا الحته بكام؟ الحته عامله 3.5 350 جنيه. جنيه ينقص ده ماشي. دي 4.5 معلش ماشي 450. عندك حاجات كده بقى بالسرعه على حاجات الرصاص. حلو ما شاء الله ب 350 اتنين كمان اهو ماشي. الصلاه على النبي ما شاء الله. عندك 10 قطط على الفرن. اللهم صل على النبي اللهم بارك. الصلاه على النبي برده شمشيل. تعالى كده ارش شمشيل طبعا. اه شمشيل صل على النبي عليها. بكام يا عم؟ 200 200 جنيه. اه عمرها 3 شهور بالظبط. 3 شهور 3 شهور بالظبط ماشي تمام تمام يا معلم. رقم تليفوني. رقم تليفونك. اسكندريه اول حاجه ماشي. احلى بلد احلى بلد احلى بلد اسكندريه. هي معروفه اسكندريه. 012 تمام 7-5-8-5 تمام 6-6-1-4 تمام 012-7-5-8-5-6-6-1-4 تمام يا معلم. احنا اسكندريه بكوس الرم سوق الجمعه اسكندريه. بص ده المحل اللي في وش جزاره الحاج فتحي اسمه كناريا تمام. محل هنا بقى ايه عنده النهارده حال تعال ايه دي بت دي البت دي اكيد. لا دي بت يا عم وربنا دي بت لسه نازل والله. دي بنوته وده ولد. بكام الحته؟ الولد ب 8 والبنت ب 7.5 800 جنيه 750 جنيه تمام. جبت تعابين برضو. تعابين؟ عرض تحت تبا.
راحوا فين الغربوز؟ طب اعدل اللي اتقلب ده عشان بيتخنق. بكام الحته التعبان؟ التعبين دي اللي هي الزراعي. انا عارف يا عم التعبين الزراعي دي تمسك كده يا عم، تمسك كده تعبانه عشان ماسكه من ديله كده. بص يتمسك كده عادي، ما هو يتمسك من اي حته مش مهم. بس انا الحته دي اللي جبتها منه اهو يا عم. بيعاطي بكام الحاجة اللي زي كده؟ بكام؟ 150 جنيه. 150 جنيه. 150 جنيه. ماشي. عنده حمام؟ حمام بقى ايه؟ زي ما انت عايز. وعندنا جرو جيرمان. بس دول اللي عجبوني قوي دول. قطط ده تحس سكوتش فول على شروزي، يعني سكوتش فول ستريت على شروزي. هو شكله يقول كده، انما هو شروزي عادي يعني مفيهوش اي لمسات، مفيهوش تهجين. عندهم بقى الاكسسوارات زي ما انت عايز، والمناير لو بتربي عصافير هتلاقي حاجتك، عايز بوكسات تلاقي، اقفاص كذا ليش بقى على كذا زي ما تحب يعني. عنده سمك، احواض سمك تمام، عنده حاجات للقطط اللي هي بدل ما تخربش لك في البيت تخربش فيها. عنده حمام اللي هو البخاره ده اللي بيتقال عليه جيرمان. حاجات زينه يعني تمام، كل حاجه كل حاجه حرفيا. طيبين حاجه، انا بقيت اجيب 1000 مشاهده على الفيديوهات الطويله. بس بقى عنده ايه طفرات جوه شويه، حاجات مش اي مش بتبقى موجوده عند كل الناس. عنده القرد ده، قرد أليف. عنده يمان ماشي، عصافير. عامل ايه يا معلم؟ بص يا باشا عشان حاجة حلوة تحديق أكل ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه سكوتي. ده أكل كلاب 3 كيلو تمام. أفخم حاجة نزلت ده طولي. بكام؟ ده ب100. ده 3 كيلو ب165، واللي هيجي من طرف القناه انت فاهم هيتعامل معايا. تمام يا معلم. 165 ده جديد. حلو. اي حد هياكل منه شهر يجي يقول لي الكلب بتاعه شكله بقى عامل ازاي. تمام يا معلم. حلو ده. بس مسكوتي. خلاص حاضر. لسه كلامي ما جاش. سكوتي وكلامه ما جاي. ماشي. اكسسوارز بقى وشامبوهات وحركات. احمد مفيش حد بره، خلي بالك. اقسم بالله تمام. البتاعة دي بيربوا فيها الهامستر. عايز اشوف الجراوي الجيرمان. جراوينا الجيرمان الامامير الحتة بألف جنيه تقريبا. التقليد ده عنده بألف جنيه. بألف ولا بألف ونص؟ قال لك بألف ونص، يبقى بألف ونص. طيب ماشي، هما عايزين يتسرحوا ويتظبطوا على فكرة. هو بقى ايه شغلانته؟ يا حم والنبي على مهلك علينا. صباح الفل. هزز لهوت الحاجات الحلوة. اديني رقم التليفون يا معلم. تناريا استنى صح. خلاص لا خلاص اليافطة نزلت خلاص. تمام. عايز حاجة انت الصلاة عليك.
يا باشا كل ده تصور حبيبي يا معلم. بص دي الجريفونات ما شاء الله. بكام الحته؟ 600 جنيه ولد وبنت. طب اديني رقم تليفونك. قولوا قولوا. 012 25 95 98 4643 4643. تمام. ممكن اخد واحد بس ابص على حاجه. دبدوبه وبص ما شاء الله الله اكبر اللهم صل على النبي. بص شغل ايه الحاجات الفاخره.